طيب نختم من الانتباه وفيها نقرأ حلا باليد ولا حلا بسنون. حميتي يوجه الجيش بضرب مهدي الأمن. وجه نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي القوات المسلحة بضرب كل من يحمل سلاحا يهدد به أمن وسلامة المواطنين. وأكد حميتي خلال مراسم التوقيع على اتفاق الصلح النهائي بين القبائل العربية والجمر بالجنينة أمس الأربعاء أن الاتفاق يعد الأخير للصلح، وأضاف بهذا نكون قد طوينا صفحة المشاكل القبلية كافة بالولاية، وأتابع سنجلب مواتر لتنظيم حملات متحركة لمطاردة المجرمين، وأشار إلى الاستعانة بقوات متخصصة في مكافحة الجريمة واتخاذ قرار بفرض قانون الطوارئ بالولاية إذا دعت الضرورة لذلك، وقال حلا باليد ولا حلا بالسنون وفق قوله. طيب أستاذ حسين، يعني حسب حميتي انطوت صفحة الصراعات القبلية بغرب دارفور، ما هي الضمانات لعدم تجدد النزاع مرة أخرى؟ هي صفحة النزاعات ما انطوت، وما في ضمانات لتجدد النزاعات لأسباب. من قبل استمعنا وأنا شاركت كصحفي في تغطية العديد من مؤتمرات الصلح، ما في دارفور لوحدها، في مناطق أخرى إذا كان في شرق السودان وغيرها. هذه المؤتمرات بتاعة الصلح ما بتتجاوز الاحتفال بها في اليوم والناس ياخذوا صورة تذكارية يومين ثلاثة وتندلع المواجهة الثانية. ليه؟ لأنه ما تعالجت القضايا الجذرية بتاعة الصراعات. من بين هذه القضايا الجذرية مثلا فلناخد اتفاقيات السلام لمناطق النزاع. اتفاقيات السلام ما بدت من أيام المفاوضات، نحن مشينا في نفس الوجهة والسكة الزمان. السكة بتاعت إنك أنت بتجي للسلام ده تحتفل به، بعد ما الناس يوقعوا اتفاق السلام تجيب الناس وتجيبهم في سيرة كبيرة وفي احتفال كبير وتحتفل به، نجيبوا السلام وهاتوا السلام والغنو. في النهاية الحصاد بيكون إننا ما حققنا سلام. المفروض نحن في السودان المنهجية بتاعتنا المتبعة في اتفاقيات السلام تكون من قول التيت من البداية إشراك المجتمعات دي. نمرة اثنين، محتاجين لأننا نبعد خطاب الكراهية، محتاجين أننا نعالج القضايا ذات الظلامات التاريخية الخاصة بالتنمية المتوازنة والعادلة، ونعالج القضايا بتاعت اللي عندها علاقة بالأراضي. في بعض المناطق في السودان القضايا سبب النزاعات هي موضوع الأراضي. في ناس مستوطنين جدد وفي آخرين فقدوا رحلوا من أو هجروا من مناطقهم دي بسبب الحرب. النقطة الثانية برضو نحن في السودان بينطبق علينا الحكمة اللي بتقول إنه الموارد دي بدل ما هي نعمة أصبحت لنا نغمة بالنسبة لنا ومضرة. قبل اليوم قالوا الناس المختصين الموارد الطبيعية العديدة عندنا في السودان لم نستفيد منها. من بين البترول ما استفدنا منه غير إن النظام البائد قسم به الحركات المسلحة في الوقت داك وشقاه، وأيضا بعض الأحزاب، وفي الفساد لحد ما ذهب جنوب السودان. جينا للآن الموضوع بتاع الذهب، وإنتي أستاذة متابعة وأنا ظللت أتابع في السودانية 24 العديد من التقارير الممتازة في اللي بتتحدث عن تهريب الذهب وعن مشاكل بتاعة الذهب وغيرها. أيضا النقطة الثانية وأنا أيضا تابعتها في عدد كصحفي مهتم بالجانب الزراعي، نحن عندنا في السودان مساحة زراعية كبيرة جدا. من بينها شيخ المشاريع الزراعية مشروع الجزيرة والمناقل 2 مليون فدان. المساحة المزروعة في مشروع الجزيرة لا تتجاوز في الموسم الشتوي الماضي 250 ألف فدان فقط، ونحن عندنا 2 مليون فدان. دي الزراعة. النقطة الثالثة اللي أشرنا لها فيما يتعلق بالموارد. النقطة الخامسة أيضا نحن عندنا عديد من الموارد الأخرى الغير مكتشفة، ودي اللي بيقولوها الناس الجرو معادن وجيولوجيا وغيرها. لكن في ظل الأوضاع دي كلها نحن نتمنى أنه الخبر يمشي في وجهته، وأنا ما دار أبقى متشائم. طيب ولكن يعني غير مقاطع عليك أستاذ حسين، يعني وجهة الخبر أعتقد أنه هي طريقة حمايتي هي فرض هيبة الدولة لوقف النزاعات، هل هي طريقة صحيحة ستؤتي نتائج إيجابية أم ستكون سيئة؟ فرض هيبة الدولة مهمة، ولكن بينقصها أنك أنت محتاج، لأنك بعد ما تفرض هيبة الدولة محتاج لتعالج المشاكل التوترات اللي بتجيب المشاكل. القوانين
الخاصة بالأراضي تعالجها وتضعها، تعالج التشريعات بعض التشريعات القانونية يعني تغلظ في جانب العقوبات الخاصة بخطاب الكراهية، الناس اللي بيشعلوا الفتن، تعالج خطاب الكراهية ذاته الموجود. أنت محتاج لاستصحاب دور الإعلام معاك. ليه؟ لأنه التركة الموروثة من النظام البائد 30 سنة دي فيها تركة من الخراب ومن العنصرية والفتن. دي الحكومة الانتقالية ما اشتغلت بها. وأنا شغال في بحثي في الدراسات العليا عن دور الإعلام. واحدة من أوجه القصور زي ما قبل أشرنا لقانون النقابات، أيضا واحدة من أوجه القصور إنه في الفترة الانتقالية لم نهتم بالإعلام بدوره الجيد. نستصحبه معنا في قضايا كثيرة جدا، من بينه كان يجب الحكومة الانتقالية من وقت مبكر تجهيز القوانين بتاعة النقابات صحيح وبتاعة الإعلام صحيح. وضعت قوانين قبل الانقلاب بشهرين 3 شهور، ولكن جاء الانقلاب. النقطة الثانية أيضا الثورة دي احتفلوا بها الناس البرة، العالم برة يعني احتفل بها احتفال كبير جدا، ولكن احنا لم نوظف دور الإعلام في يعني عكس هذه الثورة. بالنسبة لي السودان عندنا سفارات برة، ودي كلها أوجه قصور ظلت في الفترات السابقة. أنا بعتقد أنه لجان المقاومة، أنا اطلعت على الميثاق بتاع سلطة الشعب فيه مجهود ويمكن استكمال هذه النواقص. أهلنا في دارفور عندهم مثل شعبي بيقول لك أمشي بشويش عشان ما تصل. لجان المقاومة هم ماشيين بالمثل ده، ماشيين بالراحة بالراحة عشان ما يصلوا للغاية والهدف الرئيسي اللي هم ماشيين له. نعم. طيب القوات المشتركة التي تم تخريجها في الأسبوع الماضي أستاذ حسين، ما هو الدور المتوقع منها في فرض السلام والاستقرار بدارفور؟ هو متوقع منا إنها تحقق تفرض هيبة الدولة وتحقق الأمن والاستقرار، ولكن لن تستطيع. ليه؟ لأنه دارفور فيها اتفاق بتاع سلام ومسارات ما حقق السلام، خلق غبن. وفيها أهلنا زي 3 مليون قاعدين في معسكرات النزوح و3 مليون في معسكرات اللجوء في الخارج، وفيها اتفاقيات سابقة لم تعالج قضايا الضحايا والمصابين. وفيها الآن جاي علينا حتى الحكومة المشكلة الآن إذا كان في دارفور أو ما بعد الانقلاب والحكومة الانتقالية قبل الانقلاب، أيضا ما يعني ما راعت كانت محاصصات الحكومة الثانية العمر 9 شهور جاء الانقلاب، كانت حكومة بتاعت محاصصات، وبدليل أنه تظلوا موجودين هم رفاق الكفاح المسلح بحجة أنهم يحافظوا بحسب الحصة حقتهم، ولكن آخرين من أبناء دارفور وقطاعات كبيرة جدا هم بينتقدوا وبيقولوا أنه اتفاق السلام بتاع جوبا في مساره بتاع دارفور ما حقق لون السلام. نعم صحيح ما حقق لون السلام، بدليل أنه الموت الرخيص للشعب السوداني في دارفور ظل يوميا. وأيضا سيد حميدتي الليلة قاعد لفترة طويلة جدا في دارفور ليه؟ عشان ما يحقق الأمن والاستقرار. المجهودات البذلت دي إذا كانت بذلت في اتفاق جوبا قبل التوقيع عليه واستصحاب الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور واستصحاب الناس يشوفوا ليه نحن فشلنا في اتفاقيات السلام السابقة، ولكن كانت الناس الهدف ماشيين لأننا سريع سريع نصل لاتفاق سلام ونجي نحتفل. نعم. ونجيب الوفود هنا. وفود المقدمة، ونجي في النهاية نحصد الحصاد المؤلم بالنسبة لتجارب الاتفاقيات السلام. نعم أستاذ حسين سعد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لهذا التحليل الوافي، ونتمنى أن يعم السلام في أرجاء دارفور وكل البلاد بالحلول الجذرية التي تحدثت عنها. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أستاذ.